الحسين عليه السلام مجرد عظيم من العظماء، بل هو أكبرهم. وليس الحسين مجرد شهيد من الشهداء، بل هو سيدهم. وليس الحسين مجرد ولي من الأولياء، بل هو إمامهم. أنت مع الحسين عليه السلام لن تخسر شيئاً بالقطع واليقين، ومع يزيد لن تربح شيئاً بالقطع واليقين. وهل هنالك عاقل يترك ما لا يخسر معه ويبحث عمن لا يربح معه؟ كونوا مع الحسين عليه السلام في دنياكم ليكون الحسين معكم في دنياكم وآخرتكم. لم يكن الذي جرى بين الحسين عليه السلام وبين أعدائه حرباً بين طرفين، وإنما كان عدواناً من طرف الأعداء على الحسين. فالحسين عليه السلام كان في طريقه إلى أولئك الذين استضافوه في الكوفة، وبنو أمية هم الذين حاصروه في كربلاء وقاتلوه وقتلوه، وليس العكس. كان الحسين مظلوماً بكل معاني الكلمة، وكان أعداؤه ظالمين بكل معاني الكلمة أيضاً. غباء بلا حدود أن يفضل أحد يزيد بن معاوية على الحسين بن علي عليهم السلام. وهل يفضل أحد الشر على الخير، والفساد على الصلاح، والنفاق على الإيمان؟ إلا من باع آخرته بدنيا. إذا كنت مع الحسين كان الحسين معك، وإذا كان الحسين معك كان الله معك، وإذا كان الله معك كنت في أعلى عليين. وإذا لم تكن مع الحسين لم يكن الحسين عليه السلام معك، وإذا لم يكن الحسين معك لم يكن الله معك، وإذا لم يكن الله معك كنت في أسفل سافلين. لقد علمنا الحسين عليه السلام كم هو رائع الموت في مواجهة الظالمين، وكم هو تافه العيش معهم. وهكذا قال: ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمًا.